أحياناً أخواننا، يعني واحد منا بحسب اطلاعه يتوفى الشخص، بتلاقي الأولاد بالمحاكم يقول لك من 30 سنة ما حاكيت أخي، والأولاد تنتقل لهم هذه العداوة، وفي والحمد لله أسر متماسكة، تغيب عين الأب لكن الأولاد بمودة ومحبة وتعاون. أنا والله أحياناً لما إنسان يتوفاه الله وأتابع أحوال أسرته بعده أجد أن هناك تواصل تعاطف. في تعبير في هذا البلد شهير يقول لك ما غابت إلا عينه فقط.